بالنسبه للمقادير اللي غنحتاجو في صابلي، غنحتاجو ليه كاس ديال الزيت، كاس سكوا غلاسي، 125 غرام ديال الزبده، قبيصه ديال الملحه، 3 جبن مثلث، بيضه، كاس ديال اللوز مطحون كينكونو صهدناه من قبل في الفرن وكنطحنوه، ونص كاس ديال الكاوكاو حتى هو كيكون محمر ومطحون، ساشي ديال الفاني، نص كيس ديال خميرة الحلويات، والدقيق على حساب الخليط. يلا ندوزو لطريقة التحضير على بركة الله. أول حاجة غنبداو بها ناخدو إناء، فاش غنخدمو غنضيفو عليه هاد 125 غرام ديال الزبدة، غنزيد عليها كاس ديال سكوا غلاسي، نزيد عليهم هاد 3 د الجبن المثلث، بعد ما ضفت 3 د الجبن المثلث كنحاولوا اننا ندخلوا هاد 3 د الجبن المثلث مع الزبده والسكر بلاصي، ونحاولوا نديروا حتى الفاني ساشي ديال الفاني، نخدموا هاد المكونات كلهم. بعد ما خدمت الزبده هي والجبن مزيان والسكر بلاصي، كنزيد عليهم كاس ديال الزيت، وكنحاولوا اننا ندخلوا هاد كاس ديال الزيت، نزيد عليهم هاد الساشي ديال الفاني، وغنزيد عليهم هاد القبصه ديال الملحه، صافي نحاول ندوب هاد الزبده والجبن المثلث في سكوا غلاسي. بعد ما دخلت هاد الزيت كنزيد البيض، كنزيد هاد البيضه، كنحاول انني ندخل هاد البيضه في هاد المكونات. بعد ما دخلت هاد البيضه كنزيد عليهم هاد نص كاس ديال الكاوكاو مطحون، ونزيد نص كاس ديال اللوز، وكنحاول انني ندخل هاد الكاوكاو واللوز باش ما دلكتهم مزيان مع هاد الحشوه ديال الزبده والزيت، كيعطيونا واحد المذاق زوين، واحد النكهه زوينه. صافي حاولت انني نخدم هاد الكاوكاو مع اللوز مزيان مع هاد الخليط، باش ما خدمناهم ملي كناكلو في الصابلي كيجي يعطينا واحد النكهه زوينه، كنحسو بهذاك المذاق ديال اللوز وكاوكاو. صافي كنبقى نضيف الطحين شويه بشويه، كنضيف الجزء الاول ديال الطحين، ونحاول انني ندخلو بالاطراف ديال الاصابع ديالي، احسن صابلي باش مما خدمناه كنخدموه عاد بالاطراف ديال الاصابع كنجمعوه، ما نحاولوش نبقاو ندلكو فيه بزاف، كنحاولوا اننا نبقاو ندخلوا الطحين شويه بشويه بالاطراف ديال الاصابع باش ما عجننا صابلي كيجينا مدقس من الداخل. كنزيد هاد نص ساشيه ديال خميره الحلويات، صافي كنحاول انني نبقى ندخل الطحين، صافي كنحاول انني نجمعها، ما نخليوش العجينه قاسحه، نحاولوا ان ديما صابلي خصو يكون شويه لين، ما تكونش العجينه قاسحه باش ان صابلي يجينا زوين، الا كانت العجينه ديال صابلي قاسحه ما كتعطيناش النتيجه اللي بغينا، كما كتلاحظوا معايا كتشكل معنا، الا بغينا نشكلوها غايبه كتشكل ما كتفاتتش، الا كنا الا خاصها الطحين ملي كنكواو هكا كتبقى تفاتت لينا. صافي انا غنكتفي بهذا القضاء ديال دقيق، كنغطيها بلاستيك غذائي، كنغطيها بلاستيك غذائي ونخليها جانبا، نجيب الماشي بلاستيك خاوه فاش نطلقها. دابا كناخدو بلاستيك غذائي كنفرشو النص، وكنخليو النص في الاخر باش نغطيو بهاد العجينه، كنحاول انني ندلك هاد، كناخد واحد الجزء من العجينه، كنحاول نساحها ولكن يكون السمك ديالها شويه غليظ، ما نديروهاش رقيقه باش من هذيك الزواقه ديال القطعه تبان لينا في الصابلي.
باش تجينا العجينه بنفس السمك. كنحاولوا اننا نبقاو نقدوها هكا بيدينا باش نعرفوا البلاصه اللي رقيقه والبلاصه اللي غليظه. بالنسبه للقطاعات كل واحد القطاعه اللي عنده اللي متوفر عنده في الدار. انا عندي هذه القطاعه ندير جوج زواقات، هي نفس القطاعه او عندها جوج جوايه، عندها هذه الجهه وعندها هذه الجهه. الا مشيت لحتى حيدنا كنلقاو عندها جوج جوايه، كاينه هذه الجهه اللي دايره حتى هي واضه وكاينه هذه الجهه اللي مزوقه. غنخدم الاولى هكا نبدا لكم عاوتاني بهذه الجهه. صافي دابا كناخذوا هذه القطاعه كنحاولوا اننا نقادوا هذه القطعه تجي هكا تجي مقاده عاد نقطعوا بها. كنوقع هكا على القطعه حتى نعرف بلي انني قطعت صابلي، عاد نبك على داشمه باش نهشم الصابلي ديالي. دابا كنحاولوا اننا نحيدوه كما كتلاحظوا معايا الزواقه ديال صابلي كتجي زوينه. صافي كناخذ دابا اللاطه اللي كتدخل الفران وكنحاول انني نستف هذا الصابلي في اللاطه. نعاود معكم وحيده باش تشوفوا. كنحاولوا نضوا هذه القطعه كما هي تكون مقاده من الفوق. كنقطعوا الصابلي هو الاول حتى نعرفوا بلي ان الصابلي قطعناه، عاد نباكوا على هذه الزواقه باش الا باكنا على القطعه وباكنا على هذه الزواقه ما كتعطيناش النتيجه زوينه. صافي نحيد هذه كنحطها في اللاطه اللي كتدخل الفران. صافي نبقى انا مستمره بهاد الطريقه حتى نسالي هاد العجينه كلها اللي عندي. بعد ما قطعت النصف الاول بعد القطعه بهاد الشكل نقطع دابا بهاد الشكل باش نوريكم نفس الطريقه غنخدموا بها حتى هي كنباكو عليها، عاد نوركو باش هذيك الزواقه تبان لينا. صافي كنحاولوا اننا نحيدوها نفس الطريقه ديال القطعه الاولى. كنستفهم حتى هما في اللاطه حتى هي كيجي المنظر ديالها فنيون وزوين. صافي انا نبقى مستمره هكا بلا ما نطول عليكم الفيديو، نبقى مستمره بتقطع هكا حتى نسالي الصابلي ديالي ونعاودو نتلاقاو باش نوريكم النتيجه ديالي باش نوريكم ملي نبغيو ندخلو الطاوله الفران ان شاء الله. بعد ما عمرت اللاطه كندخلها للفران. انا سخنت الفران من قبل كنديرو الحراره متوسطه في الفران عاد ندخلوها للفوق حتى طيب لينا عاد نهبطوها لتحت عاد تاخذ اللون ديالها ذهبي. صافي هو صابلي بعد ما طاب كنخليو عيكو يولي لينا ذهبي هكا. صافي كنحيدوه من فوق من العافيه ما نخليوش يتحمر لينا بزاف. صافي خليته انا حتى بعد غنحاولوا نزينوا. بالنسبه للتزيين اختياري، كل واحد كيزين اللي متوفر عنده في الدار، ماشي ديما نقلبوا على الحاجه باش نزينوا. انا متوفر عندي شكلاط بيض وكحل واحد معلقه ديال النسلي وحاولت انني نزين بيهم. كناخذوا شويه ديال الشكلاط بيض كنكبوه كنحاولوا اننا نكبوه في التقيبه الصغيره ونحاولوا باش ما نوسخوش الحلوه. ها شويه كنديو عا واحد النقيطه ديال الشكلاط بيض وكنحلوها هكا كما كتلاحظوا معايا. كنهز وحده اخرى كنكب عا شويه نقيطه صغيره كنكبوها في الثقيبه وكنحاولوا اننا نساحوها. صافي كنبقى مستمره هكا حتى نعمر كاع الصابلي بالشكلاط بيض. هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه بعد ما قديناها رغم المقادير ديالها البسيط، ولكنها كتعطينا واحد الحلوه اللي انها شيشه وكتجي زوينه بزاف. وكنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وان شاء الله عاد جربوها تعجبكم. فيها المذاق ديال اللوز وكوكو. بالنسبه للوز قبيله ما قلتهاش لكم، اللي ما عندوش ما توفاش عنده اللوز في الدار يدير اما كاس ديال يعمر الكاس بكوكو مطحون
ولا يعوضوا بكاس ديال الجنجلان المطحون، على حسب الاختيار كل واحد وعلى حسب الذوق ديالو، على حسب الاختيار المتواجد عنده في الدار. وكتعطينا كميه كثيره، وكنتمنى ان هذا الاعجاب ديالكم، وتشاركوا هذا الفيديو مع الاصدقاء والاحباب ديالكم، وتضغطوا على الجرس باش ديما توصلوا بالجديد. نقسم معكم وحيده باش تشوفوها كتجي هشيشه وكتجي لذيذه بزاف. كنتمنى ان هذا الاعجاب ديالكم. يلا خليتكم على خير، الفيديو الجاي ان شاء الله.